عليكم. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ طبعا قاعد من غير شغل وقاعد بتدور وقاعد ومفيش فلوس ومفيش وما فيه. انا جايب لك الحل لحد عندك، عايز تتفرج اتفرج، مش عايز تتفرج خلاص خليك زي الايه بيشاهد وخلاص. الموضوع كله من مشاهدة الفيديوهات، مشاهدة فيديوهات وهتاخد فلوس. انت ممكن تعمل، مش هقول لك يعني 100 دولار في اليوم، لا ممكن تعمل 200، ممكن تعمل 50 دولار، انت وشغلك، بس عايز مشاهدات ومشاهدات حقيقية. تمام، الموضوع بسيط جدا، بتسجل وبدون اي فلوس وبدون اي شيء. تمام، هتكسب هتكسب هتكسب، بس ركز معايا في الفيديو، كوبايه شاي كده جميله وشوف هتعمل ايه. الموضوع اسهل ما يكون ومش هياخد منك بس دقيقتين تسجيل. فانا هسيب لك الرابط بتاع التسجيل بتاع الحاله بتاعي، طبعا زي انت ما متعود في وصف الفيديو، اضغط عليه بس هيحولك على الصفحه دي. هتيجي بقى عايز تشاهد الفيديوهات، تشاهد هتشاهد بكام؟ هنشوف دلوقتي في الفيديو حاجات بصراحه انت مش هتصدق اللي انت بتشاهد عشان المبالغ دي. تمام، بس لازم يبقى في حاله. حاله ازاي؟ تدعو ناس ان هي يعني تدخل معاك وتعمل زي ما انت هتعمل بالظبط زي ما انا بعت لها. طبعا هنضغط على ساين اب علشان تسجل الدخول. هتكتب طبعا اليوزر نيم، الاسم، هتكتب عشان انا مسجل طبعا، هتكتب طبعا الايميل، هتكتب الباسورد، تكرر الباسورد تاني، وساين ان. ساين ان هيخششك على طول على الموقع. الموقع بسيط جدا يا جماعه وسهل جدا، وهتكسب هتكسب وهتربح فلوس، صدقني صدقني، من المواقع دي. انا ما بكذبش عليك لان فعلا بتعمل فلوس كتير، لان فعلا الناس بتعمل اعلانات وكلام من ده. فانت بتعرض عليه بعد ما تسجل طبعا، هتيجي يقول لك ايه، انا ماشي معاك خطوه بخطوه بس ركز معايا. هتدخل على الموقع، فطبعا عندك ايه، شاهد بتكتب طبعا، دخلت بالاسم اهوت واسمك بتلاقيه فوق، بتيجي تبص تلاقي كسب المال. طبعا انا ما كانش معايا شيء خالص، شوف عاد معايا كام، 213 دولار، ولكن عشان تسحب الفلوس لازم يكون في احالات. فطبعا السحب الاموال هي موجوده، الموقع صادق جدا، عندك كل شيء، عندك التعليمات وعندك يدعم وعندك كل شيء فيه. هنشوف دلوقتي نشتغل عليه ازاي، بسيط جدا وحاجه سهله جدا. عندك انت ممكن عايز تشاهد الفيديوهات، هتشاهد الفيديوهات، شاهد الفيديوهات المدفوعه، تضغط على شاهد الفيديوهات المدفوعه. في بقى موجود عندك، اقرا الكلام ده كويس، الفيديوهات، واحصل على 60 سنت اللي هو دولار لكل دقيقه، 60 سنت يعني نص دولار. وفي مكافاه ب 10 دولار، ده هتاخدها اول ما تسجل. وطبعا الحاله بتاخد 40% من ارباح اللي هم بيسجلوا عن طريقه. طبعا بتيجي تبص بتلاقي بقى ادي فيديو مثلا فيه مقابل، بتشاهد مقابل 5 دولار، 5 دولار اللي هم 150 ال اف اف ال اف اللي هي العمله اللي انت شفتها اللي هي التركيه. ديت طبعا بتساوي ايه؟ بتجمع منها كتير جدا، هنشوف دلوقتي هقول لك تجمع ازاي والفلوس تسحبها ازاي. ففي فيديو مقابل 8، في مقابل 12، في مقابل 2، 4، في 10، في 20 اوقات، بتلاقي في فيديوهات موجوده بكام، و30 وكام و40 وكام و50. طبعا دي بتدي لك مجال اكبر، بتكسب حوالي 5 6000 من اللي هي ال اف. في طبعا تعليقات المستخدمين اهو، يا لو المشروع رائع، المنظمين اللي طبعا وربح 177 دولار، وفي ناس طبعا بتسحب فلوسها على طول اول ما بتكمل الدفعات. فالموضوع كله سهل جدا، انت بتدخل تشاهد بس الفيديوهات بتحصل على فلوس. بالنسبه للفلوس بتحصل عليها من اللي انا بقول لك عليه، بس شاهد الفيديو، ما توقفش الفيديو، ما تفوتش من الفيديو اي شيء خالص، لازم تتفرج على الفيديو كله كامل. ان شاء الله تكون ساعه، في فيديوهات ساعه، في فيديوهات نص ساعه، في فيديوهات 5 دقائق، 10 دقائق، حسب طبعا اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو مقابل مثلا 5 دولار، في 8 دولار، في 12 دولار، في 20، في 30. فانت لازم تشاهد الفيديو للنهايه. في طبعا بعض التعليمات، طبعا مشاهدة المقاطع والمعلنين، المعلنين طبعا، لان في ناس معلنة اللي هي الشركات كلها، الاعلانات اللي انت بتشوفها دي كلها معلنة وبتدفع فلوس، فانت بتاخد من الفلوس دي جزء بسبب ان انت حقيقي، زيارات حقيقية، واحنا عارفين كده كويس. وبدل ما تشاهد طبعا كده ببلاش، شاهد وخد فلوس، هات حق النت وهات مصاريفك وهات كل شيء، ما تقعدش بس تقول ايه مفيش فلوس ومفيش فلوس. اقرا الكلام ده كله كويس، هتلاقيه ينفعك في اللي انت عايز تشاهده. نيجي بقى الواجهه الاساسيه بتاعتك، طبعا ان انت بتجيب الفيديوهات من هنا، وبتحصل على مكافاه اضافيه من هنا، وبتحصل على مكافاه تانية اضافيه تانية من هنا، بس بعد طبعا ما بتشتغل شويه. فالموضوع كله سهل جدا. طبعا كان عندي مفيش يعني، شوف بادئ من 2000
يعني 85 دولار 2000 كام 2000 شوف كام حاجات يعني هايفة جدا. بتيجي تبص تلاقي شوف بعد كده بتوصل ل 3000، بتوصل ل 5000 و4000، وبتوصل لمبالغ كبيرة جدا زي ما انت شايف قدامك 6000 اهمت و300. فطبعا عاملين 213، بس عشان اسحب لازم الاحالات تكمل. فالموضوع كله سهل، عايز تقعد تتفرج بس زي الناس اللي بتتفرج وما تكسبش شيء، جرب انت ما انتش خسران شيء. سجل وسجل بالجيميل بتاعك، وسجل برقم التليفون بتاعك اللي انت هتسحب عليه، وممكن تسحب على فودافون كوش كاش، وممكن تسحب على الكلام ده، سحب الاموال اهي قدامك اهي. ممكن تسحب على التليفون، على البيتكوين، تحوله بيتكوين، الماستر كارد كمان، والفيزا، وباي بال، وسيستم بنك سيستم، وسترن يونيون اير. يعني قدامك كل شيء قدامك تسحب عليه. اظن ما فيش مصداقيه اكتر من كده. الموقع صادق جدا، بتشاهد مقابل ان انت اعلانات بتنزل زي اي حد ما بمول وبنزل اعلانات زي اللي انت بتشوفها في التلفزيون او في القنوات اللي انت بتشوفها او في التليفون. وعلى فكره التسجيل هنا زي هنا بالظبط، يعني الموبايل زي الكمبيوتر او زي اللاب، اي وسيله معاك واصله بالنت هتعرف تكسب منها فلوس جدا. انت كده كده هعمل لك فيديو بحيث ان انت وقت السحب هنسحب وهعرفك تسحب ازاي، وابسط ما يكون السحب سهل جدا. فانت اشتغل مجاني، انت بتشاهد الفيديوهات اهوت مجاني، مفيش احسن من كده طبعا. وكل طبعا ما بتغير بيجي لك اكتر من كده، ممكن تشاهد حاجات كتيره جدا وتكسب. ممكن تشتغل بس 3 ساعات في اليوم يعني او 4 ساعات، هتعمل لك ممكن 50 دولار واكتر من كده. انت بقى اللي قاعد وفاضي هو هيكسب كتير جدا، والمواقع كتيرة، ده موقع صادق جدا. سيبك بقى من اللي يقعد يقول لك موقع كذا، وفي مواقع كتير ومنصات كتير بتقفل بسرعة. الموقع ده شغال من زمان جدا، بقاله فترة كبيرة جدا، وكان واقف شوية ورجع يشتغل تاني، ولكن انت مش خسران شيء، ما بتدفعش حاجة. هجيب لك مواقع تانية كتير مجانية وبتكسب منها فلوس كتيرة جدا، مشاهدات برضه واستطلاع رأي وحاجات كتيرة جدا هجيبها لك، بحيث ان انت عايز تخش فيها تخش فيها، مش عايز تخش فيها ما تخشش فيها. لان اللي يقول لك حرام ومش حرام، لا، اتفرج على الفيديو، ما تتفرجش على عري ولا كلام من ده ولا حاجة من ده، اتفرج على فيديو هادف وخلاص، او اشتغل شغله سيبه شغال طول الليل مش مشكلة، وكل ما يفصل الفيديو شغل فيديو تاني. كده كده انت هتربح وتكسب كتير، صدقني كده كده هتكسب. محدش عايزك تعرف المواقع دي خالص، ولا عايزك تعرف انك بتكسب منين. فانت سجل الحاجات دي وتوكل على الله، وانت هتكسب فلوس جدا بدل ما انت قاعد. وكله طبعا الشباب وكل الدنيا قاعده دلوقتي بتدور على اي حاجه تجيب منها اي فلوس، قدامك الفلوس اهي، والربح بسيط جدا، والربح سهل جدا. بتتفرج على فيديوهات بتاخد فلوس، ما فيش افضل من كده. التحويل بتاعها سهل، كل شيء سهل، عندك كل شيء قدامك في الموقع. هجيب لك موقع تاني جميل جدا برضه للحاجات دي، عندك الخروج وعندك التعليمات وعندك يدعم وعندك رئيسي، وبتحول للغه العربيه لو عندك بالانجليزي طبعا، بتحول للغه العربيه لو المتصفح بتاعك في بيتحوله طبعا، ولو برضه التليفون بتضغط على ال3 شرط اللي بيبقوا في الجنب وبتكتب ترجمه الصفحه بتترجم على طول. فالموضوع سهل جدا، ممكن تتفرج من الكمبيوتر، ممكن تتفرج من الموبايل كمان بنفس الجيميل، يبقى انت بتزود 2. ممكن تدعو بقى اصحابك، ممكن تدعو الجماعه، اكيد في البيت مثلا 3 4 تليفونات تدعوهم، ابعت لهم الاحاله. ده رابط الاحاله، ده هو رابط لجذب الاحالات بتاعك انت. رابط الاحاله ده بتاخده تنسخه تحطه على التواصل الاجتماعي اللي عندك، او على الواتس، او على الفيس، او على التليجرام، على الكلام من ده كله، وابعته. كده كده هيجي لك احالات كتير جدا، وانت المستفيد الوحيد من الاحالات دي. تمام؟ في حتى شوف تم ارسال الدفعه الجديده اهي، واخد كام؟ واخد حوالي 1000، بياخد حوالي 1000 دولار. فطبعا يعني حاجه انت ببلاش، عايز تكسب هتكسب، عايز تقعد تتفرج بس علينا اتفرج، انت حر. الموضوع كله سهل وبسيط جدا، فانت سجل وتوكل على الله، وانت هتكسب فلوس كتيرة جدا. وهجيب لك فيديو الجاي بتاع السحب بعد يوم ولا اتنين يكون سحبت الفلوس. تمام؟ ارجو الاشتراك في القناة، ارجو انك تسجل وما تطنش، وحافظ على المواقع دي لانها مواقع صادقة، وما انتش هتلاقي الكلام ده كله، ولا هتلاقي حد يقولك الكلام من ده. تمام؟ شكرا للمتابعة.